المشهد ده انا كنت بحضر له من اول ما اتكتب، يعني يمكن قبل تصويره بثلاث اربع شهور، فانا ذاكرته كويس جدا، وخصوصا ان المشهد ده له ظروف معينه. يعني المشهد ده كان مشهد طويل جدا، مشهد هيتاخد وان شوت، اللي هو يعني الكاميرا بتلف واحنا من اول المشهد لغايه اخره ما ينفعش نتلخبط، لو اتلخبطنا هنعيد من الاول. فدي كانت حاجة مهمة ان المشهد يبقى متذاكر عشان هو ما فيهوش اعادة. وفعلا المشهد ده احنا عملناه من اول مرة، من اول تيك، طلع مظبوط والحمد لله، يعني خرجت فيه كل المشاعر الحقيقية. فالمشهد ده انا حضرت له من قبلها بكتير قوي، يعني وقعدت اتكلم مع نفسي، هي دلوقتي لو شافت امجد في الكافيه ومروحة على البيت، هي روحت ازاي؟ هي سمعت ايه وهي مروحة؟ هي لما روحت عملت ايه لغاية ما أمجد جالها؟ كل الحاجات دي أنا بكتبها، يعني بكتبها عندي عشان أبقى بخرج المشاعر اللي أنا عايزة أقولها، فيفضل المشاعر المشهد. وده اللي حصل الحمد لله. بصي، كل رد فعل على قد الشخصية، يعني الشخصية عاملة ازاي. هي شخصية نهلة، مش شخصية مثلا صدامية، مش شخصية هي حبيبتي ما كانتش عارفه تسلق طولها، مش تدخل تتخانق معايا، تتخانق معايا ايدي ما كانتش عارفه تقف. دي اول ما مشيت ابتدت تهرول، عارفه اللي هي تجري، انا عايزه اروح، انا عايزه اروح. وبعد كده ابتدت ان هي تستوعب الموقف اللي هي فيه، بس هي مش شخصيه بتاعت مواجهه ولا صداميه، بالعكس ده مشهد بالنسبه لها، وخصوصا ان هي حياتها كلها عن امجد. ده مشهد لو انا، يعني انا في مكان نهله، انا كنت هعمل زيها، لان ما كنتش هستحمل اعمل حاجه غير كده.